الإمام القادر أنصار ساحة الاعتصام في البصرة، إنما ورد إلينا من أخبار عن اجتماع ممثلين عن ساحة الاعتصام ثوار البصرة مع ساحات الاعتصام في المحافظات الأخرى، قد أثار استغرابنا، وخصوصا أن من يدعون تمثيل البصرة إنهم غير متواجدين في ساحة اعتصام البصرة وليس لهم أي حضور يذكر في الاعتصام أو التصعيد الذي حصل في الفترة السابقة، وإننا نود أن نبين للثوار في ساحات الاعتصام في كافات محافظات الثائرة إن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وليس لهم كلمة على من قدموا دماءهم وضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن، فنحن قد رفضنا أي دعوة توجه إلى أي شخصية كانت حتى لا يتم المساومة على دماء الشهداء وتضحيات الشباب الثائر من أجل منافع دنيوية، وكما حصل سابقا ولنا في التجربة خير برهان في مظاهرات عام 2018.